صباح الخير. المرأة نصف المجتمع وبنفس الوقت عمود الفقري. زها حديد والكثير من العراقيات أبدعن بمجالات الهندسة وحتى المجالات الفنية ومجالات أخرى كثيرة. لذلك المرأة لها دور ومكانة بالمجتمع حالها حال الرجل. الموهبة مالي، أنا اسمي دلفين من كبرتو. الموهبة مالتي تدريس، نحن بنات ناخذ دورات بالمخيم ويعلمونا مدربة ونتعلم يعني شلون نسوي أشياء يدوية، يعني ناخذ دورات يسوونا حسابات ونشتغل أونلاين ونبيع. طبعا اكيد ماديا تفيدنا وغير ماديا نفسيا تفيدنا، يعني اكو بنات ما تروح على المدارس، يعني هالشي شيء حلو، يعني يغير شيء من نفسيتها، تطلع وتجي ويعني يصير عندها شغل بي يعني خاص بيها. اكيد يعني اكو بنات ما يروحون على المدارس، يعني اكيد لازم يكون عندهم شغل خاص بهم. يعني رسالتي للبنات يعني ما يقفون مثلا على الشهاده وبس، يعني اكو بنات مو دارسين، يعني مو الا شهاده كل شيء، يعني اكو مواهب تطلع من البنات، يعني تعرف يعني تطرس ام بيس، يعني هيك شغلات يدويه حلوه. المرأة طبعا مو ضروري يعني الواحد يدخل مدرسة، وهاي المرأة معتها حق تشتغل تساعد زوجها. المرأة لها دور كبير بالمجتمع، أنا هذا رأيي شخصي. واليوم تشوفون أكو هاي بنات، هذا كله شغل بنات، يعني تضريز وهاي خياطة، يعني ما ضروري عندك شهادة إلا تصير شيء بالمجتمع والدولة. فأعتقد أنه المرأة عندها قدرات ومواهب أكثر من أن تحصل على شهادة وتكون نفسها. هسا مثلا عندنا مرأة اسمها زهى حديد، مصممة عراقية مشهورة، تصاميمها يعني خرافية عالمية. شوف هسا شوف ملاعب وهاي وجسور ما شاء الله، يعني شغل رائع. فأقول يعني البنية عندها قدرة، قادرة على فعل شيء مثلا الشاب ممكن ما يقدر يسويه.